اوه لا، قدام الكرفان حقنا محل العاب. بابا تعال تعلقت. بابا خرجني. بابا دكتوري. بابا شوف انس. بابا بابا خلينا نريح 5 دقايق. يلا 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 يلا. اوه ماي جاد، شو كيف ماشيين؟ شو كيف ماشيين؟ ايمان ايمان بلاش احراج. احنا في مدينة بحرية صغيرة لطيفة، عندي تحدي لكم، اللي يفوز في هذا التحدي ياخذ 10 جنيه. لازم قدام الناس تغنوا او تسوي حركه، او اللي يحط فلوس في الطاقيه هو اللي يفوز. اوكي انا اول. انا مره متوتر. اوكي 3 2 1 go. Hello everybody. Do you want to see the best dance? Here I go. مرة انحرجت بشكل غير طبيعي. شوف قلبك، او ماي جاد يدق بسرعة. يوسف يحاول يغني اوبرا. كلهم طنشين، حتى الكلب يطنش. يلا دورك حبيبي، يلا. اي تبغى تغني اوبرا. مو مرة عالي إيمان. إيمان 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 مو مرة عالي. أزعجت القرية، أزعجت القرية ترى. شوف أنا مرة استحي. Something. جبت لي شيء ايش؟ ماما لوك ابي جيت بابل. اوه جود يوسف، هذه العاب كلاب. شوف كل هذه العاب كلاب، حتى الدجاجه شايف. هذا كرت عيد ميلاد من جدتها، هذا كرت من امها. شوف كيف انا طالع. 50 واو. تو ايمان. Love you, princess. Mama. We'd love to love from Mama. I mean, decorate my birthday cake. Oh, yummy, yummy. Did you buy 9 candles? Oh, nice. Happy birthday to you. حب اشغل السيارة. متحمس لما تسوق ها؟ ايوه. يوسف ايمان يلا حنروح. فين رايحين؟ مشروع ايدن. قبتين كبيرة جنب بعض فيها نباتات من كل انحاء العالم. وصلنا المدخل. حس اننا جينا ملاهي من كبر وزحمة المكان. اوه شوف اللعبة هذه هنا. مستحيل اركب عليها. قول تخيل عالم بدون نباتات، ايش راح يصير؟ ما حيكون في كراسي اذا ما في اشجار. بيعلمونه كيف العالم بدون اشجار ونباتات. اوه النبات هذاك راح. أوه. ايش كل الاكل اختفى من الثلاجه. اوه ما في ستاير، ما في خشب، ما في
قطن الملابس. او ماي جاد. الهدف من هذا المكان هو تعليمنا كيف نقدر نبني عالم افضل. كل الفلوس اللي دفعناها للدخول تروح للجمعيات الخيريه حفاظا على البيئه. انا ما نعرف احنا برا ولا جوا ولا كيف عشان الغيوم. ما نعرف ان احنا برا ولا جوا، بس اعتقد احنا برا وهناك جوا. يقول وقت التصوير. اوه في شيء هنا كمان. اوه ايش هذا اللي طلع منه؟ دخان، طلع دخان، بيطلع منه دخان عجيب. اوه راح برا فوق، ايش هذا؟ واو واو، اولى ساينس فان كله بنفس الوقت. شوفوا كيف الجو دحين. اوه اشياء غريبة مرة هنا في هذا المكان. إيمان صارت ترقص هنا، إيش فيه هنا إيمان؟ لا فيه هنا. أوه هذا قد يدك؟ يقول هذا قد يدي. مجسم على شكل بذرة. حب المعارض التعليمية للأطفال. أوه. This feeling is so weird. يقول شعور مرة غريب. أوه شوف شوفوا. فيها الفدات ها؟ الورود يتحرك؟ بتحاول تسوي قلب حلو. الدكتور بيناظر فينا. اوه اخيرا دخلنا القبه الاولى واحنا في غابه استوائيه. ها ايش رايك الاطفال؟ احنا جوه قبه، ما احنا برا خلاص. اوه قرود، لانه هنا كله موز. حر لانك انت فعليا في غابه استوائيه، نفس النباتات هذه كلها حقيقيه، فلازم يعني يحط نفس البيئه. يعني فعلا حر كانك من جد في غابه استوائيه. مره ضحك وانا امشي واسمع الانجليز يشتكوا من الحر والشمس. هم شكنا هم شكنا شكك شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا شك شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا شك شكنا هم شكنا هم شكنا هم شكنا شك شكنا هم شكنا هم شكنا شك شكلا. لما خرجنا من القبة كان مرة حار جوا، شوف كلهم بياكل ايس كريم هنا. ماما لا تمسكي شعره زي كذا. انا اي لايك ات. يقول حبه كذا. حلو. من كبر المكان بنرجع المخرج بالقطار، ما نبي نمشي، تعبنا. هذه المنطقة معروفة بشواطئها الجميلة، فجينا هذا الشاطئ، لاحظوا التراب، تراب جميل. باردة؟ هنا الموية باردة، هناك الموية حارة صح؟ شاطئ جدا جميل، ما في لا حجر ولا شيء، بس تراب. أنا زي ما دخل جوة البحر، لكن أنا لازم أنتبه ليوسف. تيك ويف!